الجولة هذه شهدت تفاعل المجتمع الرياضي بشكل كامل، بدءا من وزارة الرياضة مرورا بالاتحاد السعودي وشركائه في أو شركائه من الأندية، مع الحملة الأمنية التي تقام تحت شعار الحرب على المخدرات، وطن بلا مخدرات. كان الحقيقة في تفاعل مختلف من معظم الأندية، جزء منها يظهر على الشاشة سواء صار كان عبر حساباته على السوشيال ميديا أو حتى من خلال القمصان زي ما ظهر في نادي التعاون يوم أمس، مشاركة في التوعية والتثقيف لأهمية هذا الحدث وأهمية المجتمع الرياضي. كنا في حلقة سابقة تكلمنا أنه من الضروري أن تشارك هذه الأندية وهذه الكيانات لكي توعي، وإن شاء الله في قادم الأيام يكون حضورها أكثر على مستوى الفعاليات المصاحبة لمثل هذه المباريات، إقامة المعارض، التوعية، التثقيف، دور مهم الحقيقة للأندية. ما يستعرض هو جزء، وفي جزء كبير أيضا من حسابات الأندية شارك بلمحة بسيطة، يعني مريت على الطائي وعلى الرائد وعلى العدالة وعلى الفتح وأندية كثيرة، الوحدة. إن شاء الله الباقي في الطريق، وتتفعل أو يزيد هذا العطاء من الأندية وهذا الواجب خلوني أقول من الأندية تجاه المجتمع ب خلنا نقول دعم التوعية والتثقيف من خلال نجومهم، من خلال حساباتهم، من خلال الفعاليات التي تقام مع المباريات. ضروري جدا الحقيقة أن يكون للأندية دور مجتمعي بارز في هذا الأمر. تفضل أبو عبد العزيز. طبعا شيء يذكر فيشكر ما تقوم به طبعا وزارة الداخلية من جهود كبيرة لمكافحة هذه الآفة. تغريدة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية اتبعها للعمل اللي قام به وزير الرياضة ووزارة الرياضة، بعد كذا الأندية والرابطة والاتحاد وكل وسائل الإعلام وما قامت به من توعية في ظل دحر هذه الآفة إن شاء الله وإبعادها عن شبابنا وعن مجتمعنا. دمرت بيوت كثير، دمرت شباب، دمرت طاقات وكوادر، إن شباب أو بنات الله يبعدهم عنها إن شاء الله. اللي نشاهده ونسمعه في الأخبار يوم بعد يوم شيء مرعب، شيء يخوف. الكميات الكبيرة اللي قاعدة تضبط بين فترة وأخرى في فترات متقاربة، الضربات اللي تقوم بها وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات على تجار هذا السم وما تقوم به من يعني والضرب بيد من حديد على هؤلاء الناس، نحن نقول الله يقويكم وإن شاء الله يعينكم على مثل هذا الشيء ويبعد إن شاء الله هذه الآفة عن شبابنا ومجتمعنا بإذن الله. إيش المتوقع في الجاي إن شاء الله؟ شفنا تغريدات، شفنا قمصان، الأفكار اللي ممكن تدعم هذه التوعية والتثقيف هي حدود الأندية الآن، هي التوعية والتثقيف، دعم رجال الأمن، تعزيز جهودهم بمثل هذا بمثل هذه خلنا نقول المبادرات. شوف، هي الحملة هذه انطلقت يعني من القيادة الرشيدة ومن ثم وزارة الداخلية، تفاعل الأطراف الأخرى أو خلينا نقول القطاعات الأخرى معها. بقى أهم عنصر في هذا الموضوع التفاعل المجتمعي بشكل كبير جدا. اليوم أنت محتاج تفاعل الأسر، تفاعل كل من يمر في مثل هذه الحالات. لا تتوانى أنك أنت تبلغ 995، هذه طوق نجاة للمتعاطي لأي خلينا نقول شبهة أنت ممكن تشوفها. لازم كلنا بلا استثناء نحط إيدنا بإيد رجال الأمن، لأنه هذه فتكت بأسر، هدمت مجتمعات. اليوم اللي احنا نشوفه واللي قاعد مشكورة وزارة الداخلية قاعدة تعرضه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، الكميات اللي فيها المدة البسيطة قاعدة تضبط، هذا شيء يوريك أنه هذه تفتك في المجتمعات. احنا محتاجين تكاتف كبير جدا لهذا الموضوع من جميع الأصعدة، وأتمنى الجولة القادمة لدوري روشن يكون شعارها لا للمخدرات. ومن الممكن أن نطلب من الأندية أن يشارك فيها النجوم من خلال التوعية، التثقيف، بعض العبارات. ممكن نقول أن الملاعب أيضا تشارك في هذا الأمر بنشر بعض الفيديوهات التوعوية اللي تقوم بها مثلا مكافحة المخدرات أو مقام وزارة الداخلية، علشان نشارك ونستمر في توعية المجتمع على هذه الحرب.
بكل تأكيد، وهذا واجب، لأنه الأندية دورها رياضي اجتماعي ثقافي، من ضمن الأدوار الاجتماعية توعية المجتمع لمثل هذه الأمور، خصوصا الآفة اللي دمرت شباب وشابات كثيرين. أبو علي، يعني أشيد بكلام أبو حنين، أنه لابد أنه مثل ما نسوي يعني أسبوع في كل جولة، أنه لابد أن يكون في جولة خاصة أنه مثلا وطن بلا مخدرات وتوعية الشباب، لابد أنه يكون في هناك تشديد على هذه الأمور. غالبية متابعين كرة القدم أو الوسط الأكبر أو السواد الأعظم منهم من الشباب، وتأثير الأندية وتأثير النجوم اللي موجودين في الأندية على هؤلاء الشباب. أتوقع رسائل بسيطة تصدر من المراكز الإعلامية، تمام، بإذن الله يعني تعالى يكون لها الدور الأكبر في هذه التوعية، إضافة إلى ما تقدم وزارة الداخلية مكافحة المخدرات. إحنا بنشاهد بشكل يومي أسبوعي المضبوطات اللي بتضبط، الحرب على وطننا بتدمير شبابنا بهذه الآفة، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه بتكاتف جميع القطاعات بابتداء من وزارة الداخلية ومكافحة المخدرات، الأندية، وزارة الرياضة، إن شاء الله بإذن الله تعالى يكون هناك استيعاب كبير من قبل شبابنا لهذه الآفة اللي بكل تأكيد دمار شامل للمجتمعات. إن شاء الله بإذن الله تعالى. أشيد على كلامك أبو علي، دور الأندية مهم ومهم جدا، لأنه من أهم أدوار الأندية ليس فقط رياضيا بل اجتماعيا كذلك. لابد أن يكون في هناك يعني رسائل بشكل مستمر من الأندية، مقاطع فيديو عبر المراكز الإعلامية في حسابات الأندية، توجيه بخطورة هذه الآفة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تكلل هذه بنجاح ويكون الوعي بشكل أكبر، لأنه إحنا نعرف تأثير السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة أبو علي، مشاهير خصوصا لاعبين كرة القدم وتأثيرهم على الشباب. إن شاء الله بإذن الله تعالى تكلل هذه الحملة بالمأمول والنجاح إن شاء الله بإذن الله تعالى. أتمنى التفاعل يكون أكبر من قبل الأندية، التنازل عن بعض الأشياء والترتيب لمثل هذه الحملة في قادم الأيام. بالنسبة للمباريات حنتكلم عن 3-4 جولات متبقية، أتمنى إن شاء الله أن المجتمع بشكل كامل يشارك في التوعية، وأيضا قبل ذلك يشارك في الشكر اللي من الممكن أن يقدم من المجتمع كامل حقيقة لرجال الأمن والقائمين على هذه الحملة، الشكر والدعاء لهم بالتوفيق والتأييد، وأن يحمي الله بلادنا وشبابنا من هذه الآفة. فاصل ثم نكمل، تكرموا بالبقاء معنا.